هو نفس المستوى. النهارده تم احنا ما كناش بنشتكي ولا الراجل كان بيشتكي لما نهي الدوري باللعيبه لعيبه الشباب بس يا كابتن مش بخبط هي فادت اللعيبه الصفقات دي فادت اللعيبه النادي الزمالك ما هو اللي جايبها هو اللي جايبها ازاي استنى مين اللي جاب عمر جابر يا كابتن عمر جابر مين ده عمر جابر خلاص ما بيلعبش في بيراميدز استنى مين اللي جابه ومين اللي اصر عليه اسالك مين جابه ماشي جابه وسام مين اللي جابه مين يا باشا هو. الاداره اللي جايبه يابا هو والله الاداره ما تحلفش طيب خلاص انا حقك على رفعت اسمع مين؟ ماشي بص اتعرض عليه الناس دي هي الاثنين اللعيبه اللي ما كانش موافق عليهم كان مصطفى شلبي وعمرو السيسي طيب وعلى فكره صفقتين كويسين الاثنين اسمع بس ما تسمع ماشي دولت عشان النادي الاهلي كان داخل فيهم فهم قالوا نجيبهم عشان ما يروحوش النادي الاهلي يقاوموا النادي الاهلي فهو قال لك ما فيش مشكله بس ما لهمش لعبه عندي بدليل ان هو بيموت في السيسي وبيموت في مصطفى الشلبي دي ادي رقم واحد رقم اتنين هو اتعرض عليه كل اللعيبه دي هو طلب عمر جابر لما اتفرج على فيديوهات ما رضيش ياخد ابوكا ما رضيش ياخد عبد الكبير الوادي ما رضيش ياخد عبد الله السعيد ما رضيش ياخد الجلاصي اسمه ايه المصري ماشي واخد بالك قال لك دولت لا مش عايزهم البدائل بتاعتهم قال لك عمر جابر دونجا سامسون لما اتعرض عليه زكريا الوردي لما اتعرض ابراهيم نضاي لما اتعرض عليه قال لك انا عايز دول ومش عايز دول فهم لبوا له طلبه بص اول مره في تاريخ الناديين الا باستثناء النادي الاهلي ايام جوزيه كان هو اللي بيجيبه ومحدش بيقدر يقول له بيبني اي مدرب بعد كده وانت عارف الكلام ده كان النادي الاهلي النادي الاهلي هو اللي جابك ولا كان هاريس اللي جابك لا النادي الاهلي صح النادي الاهلي لجنه الكوره يعني اذا المدرب ما اخترقش لا المدرب ما اختارنيش المدرب بيجي ما هو ده اللي بيحصل في الاهلي والزمالك يا كابتن ايوه بس انت بتجيب اللعيبه وبتختار بتقول لك هم دول السنه دي والسنه بتاعت جوزيه ولا السنتين بتوع جوزيه الاختيار هنا لفريرا وهنا لجوزيه اول مره في تاريخ نادي الزمالك ان نادي الزمالك ما بيجيش طيب ما عمل شكل يا كابتن وخد دوري وكاس في 2015 من غير الصفقات يا كابتن طيب ما هو باللعيبه اللي كانت موجوده نجح بس انا بتكلم على الراجل نجح ليه يا كابتن هو الراجل لما يجيب صفقات مع اللعيبه اللي موجوده مع الشباب اللي موجوده ويجيب صفقات يبقى كده بيقوي الفرقه بيتقل الفرقه لكن اللي احنا شفناه عكس كده طيب هي الصفقات اللي جابها ما فادتش نادي الزمالك هو اللي جايبها واللي جاي هو طب خلاص يا كابتن كابتن رضا ممكن اسالك سؤال بس هل يعقل ان انا اجيب عمر جابر وقعد نيمار اللي هو مكسبني دوري بس هي دي النقطة بقى ما هي دي النقطة يا كابتن رضا اللي جت لنادي الزمالك مدروسة بمعنى ايه مدروسة؟ أنا عارف إن ده جاي عشان يفيدني بشكل معين بطريقة معينة لو أنا هنفذ طريقة معينة ده الكلام ده أنت بتتكلم على مدرب إنما ده بصماجي الراجل ده بصماجي لما يجيب لعيبة ما بتلعبش في الأندية بتاعتها واجيبها ألاعبها في نادي الزمالك اللي مطالب ياخد بطولة يبقى انا بصمجي طب في الفتره اللي فاتت يعني الصفقات دي كانت في وقت ما قلت ولا واحد فاد لا قالت له لازم يلعبوا لا ولا تقدر ولا التخين في نادي الزمالك يقدر يقول له طب يا كابتن ما هو مش موافق على مصطفى شلبي وعمر السيسي وبيلعبوا يبقى هو انت قلت ان هو مش موافق لا عشان انا مش عايز اجيبه يبقى الاداره بتتدخل عشان لازم تلعب لا لا اسمع لا لا زي ما اسمع زي ما الاداره بتقول لكوره اللاعب كهربا لا يا كابتن اسمع اسمع انا بكلمك اسمع بيلعب مصطفى شلبي اسمع ماشي عشان نضاي اتصاب طيب ما عنده ما عنده يوسف اسامه نبيل ما بيلعبوش عشان ابوه وراجل ده عشان ابوه طب انت عايز الزمالك تقوم لهم ازاي يا كابتن مين بقى يا كابتن يبقى مسؤوليه النادي كله لا مش مسؤوليه النادي احنا لو جه الاداره اتدخلت وقالت له لاعب اسامه نبيل هيقول لك ايه بيفرضوا عليا ايه لا هيسيبك وين لا مش الاداره يا كابتن ما جايب لها اسماعيل يوسف اول هو يوسف اسامه نبيل لو الاداره قالت له لازم تلعبه هل هيبقى في مشكله من الجمهور مع فريرا بالعكس ده هو اللعيب الوحيد اللي بيكسب نادي الزمالك طب هو مين اللي قعده ما هي بقى دي المشكله بس انا بس مين اللي قعد تلعب لا الاداره مش هتتكلم مين اللي قعد يوسف اسامه نبيل عشان ابوه كابتن اكيد يعني اسمع بس الكلام اسمع بس الكلام واحد بيكسبني قعده عشان خاطر هو طب قبل ابوه قبل ابوه كان معاده والرد كان بينزل بيجيب لا ما كانش لعب وجاب لما نزل في ماتش البنك الاهلي وجاب الجون لعب بعد كده اساسي وجاب لك في طلائع الجيش وجاب لك معرفش في الاسماعيلي وجاب لك كام ماتش مين اللي قعده بعد كده وهو راكب مش الراجل مظبوط واخد بالك لعب الماتش اللي فات مثلا يا حبيبي مضطر بس خلاص انت فاهم مش هو زي الاول يعني انت واخد بالك يعني انت مثلا سامسون اول ما جه وجاب جون زي في النادي الاهلي شادي حسين اول ما جه وجاب جون لازم يلعب صح جه الماتش اللي بعديه طلع بره السكور
من غير اي دوافع ولا حتى اللعيب ما عرفش هو طلع ليه. وكان برضو شادي حسين كده. فاللعيبه دي يعني تبقى جايه بدافع ايه؟ ان انا جبت جون فعايز بقى اخد ماتشات عشان ان انا يعني النفسيه تبقى فوق واكمل وابقى في المستوى واكسب النادي والكلام ده. انت لما بتاخده وتقوم جاي مطلعه بره بتوقعه نفسيا يا فاروق. واخد بقى؟ وخلي بالك انا بقول لك اهو ابو الدهب بقى يعرف ما يعرفش والكلام ده. في نادي الزمالك السنه دي الكلمه الاولى والاخيره لفريرا بناء على اللي عمله السنه اللي فاتت. ماشي بقى خلاص بقى طبيعي يعني. ما انا ما اقدرش لا. وعلى فكره وهو قبل ما يجي السنه اللي فاتت قايل الكلام ده والكلام ده يعني حاطط شروط بالظبط كده. لا حد يتدخل ولا حد اي لعيب يمشي او اي لعيب يجي. دي شخصيه مدرب. طب ماشي ما حدش يتدخل. هو الطبيعي هو ما عندهاش محترمه كابتن معلش كابتن. بص اقول لك على حاجه بدليل ان اسامه ونبيه لما اتكلم في مباراه اسوان ادوا له استماره 6 وقعدوه في البيت. هو واحد بيتكلم ولما اتكلم بيتكلم صح. المفروض انا راجل الاداره وافقت على فكره. لا الاداره وافقت ليه؟ لان الراجل قال لك انا مش عايز. يا باشا الاداره وافقت عشان ترمي الراجل في النار. هم عايزين يخلصوا على الراجل. انت بتتكلم غلط يعني. لا يا مش بتكلم غلط يا كابتن. والله ما بتكلم غلط. انت اللي بينك وبين الاداره يا كابتن. ما فيش حاجه اسمها تتكلم كده يا كابتن. انا مالي ومال الاداره. ما تقدرش تتكلم. ما انت هتقول الاداره اهلي مين يا كابتن. انا ما تقدرش تتكلم على يا كابتن الاداره. لا يا كابتن انا ما بتكلمش على الاداره يا عم. لا ده هو كل حاجه الاداره. الاداره ما بتتكلمش ليه؟ وانت ما سافيو ده الاداره اللي جايباه يا كابتن. ما ماشي مع اللعيبه ليه؟ بس الاداره جايباه لعب ورسي. طيب ممكن اسمعكم يا كابتن. انا عايز اسمعكم. هي الفكره ايوه بقى يقول لك ما اعرفش الاداره. هو هنا الاداره حلوه وهنا الاداره وحشه. انت وجهه نظرك يا كابتن. الاداره في النادي الاهلي ما بتفتحش بقى. بتشتغل عشان تكسب. بتشتغل عشان تاخد بطولات. مين اللي قال ما حدش انا انما الكلام الكتير يا كابتن. يعني فرقه الزمالك الدوشه اللي حواليها ديت والرغي وواقف اللعيبه هو ده كله ما بيعملش غير الزمالك. ما بيعملش حاجه كابتن ابو الدهب. وانت وجهه نظرك يعني انت سايب اللي بره وسايب الراجل يا كابتن. ما في دوشه على لعيبتك النهارده. ماشي خلاص براحتك. سايب الراجل النهارده اللي عمل تغييرات هيجي فرقه الاهلي عليه. كابتن رضا انت برضو من وجهه نظرك ان الاداره سايبه فريرا يعمل اللي هو عايزه. اه طبعا. بس هنا الوضع مختلف ان فريرا دلوقتي بقى مسلوب من الجماهير. هنا الوضع مختلف ان ده اسلوب في النادي الاهلي. فين ان هم ما يتكلموش مع المدير الفني لغايه نهايه الموسم. كابتن ما الحساب في اخر الموسم حتى لو الراجل بيغلط. اسمحوا لي نطلع لفاصل ونرجع نكمل.